قاعدين بمنطقة شعبية، عالم رايحة عالم جاي، يلي بده ياخد لحماته، اللي بده ياخد خضراته، نتصبح بالأصحاب والأحباب، منتشارع شوي نحن وهالزباين، وبهدلات وحكي ويا لطيف، وهيدي اللي انتزع برادة، وهيدي اللي التليفون ما بيقعد يهدى. إذا بتنقطع كهربة الدولة عليهم ما بيقدروا يفتحوا تمر، شعب ميت، بس إذا الموتور الكهرباء بينقطع عليهم شوي بيقيموا اللعيبة. يا إبراهيم وينك يا إبراهيم؟ تفاح وكيوي وليمون. قد ايه الليمون؟ انا عبيت بدون ما اسال. 1500. ماشي يلا، مع انك اغلى من غيرك بس ماشي الحال. بشتغل بمنطقه الاشرفيه وساكن على الدوره، بنوزع اشتراكات كهرباء. خلقنا على الدنيا بالبلد مثلنا مثل غير عالم، بنخلق مديونين مثل ما بيقولوا، بدنا نخبط يمين شمال لنضلنا واقفين على اجرينا. تصور اذا بدك الزباله، يعني هيدا من اجمل المناظر اللي بتشوفوها عنا بالمنطقه. بالليل بشتغل على سيارتي تاكسي، مستأجر عليها نمرة وبشتغل عليها كالتاكسي، مصلحة وحدة بالبلد ما بقى بتكفي، يعني كيف من كان بتحطي لك شي 50 دولار على تنظيف السيارة بس بالشهر. النمرة نزلتها الدولة ب 7 مليون، هلا النمرة حقها 54 مليون سوق سوداء، بيشتري شقة يمكن أحسن ما يشتري نمرة. هون اسمه شارع فسوح، هيدي هون كلها أنا مستلمها. بحبها كتير، بحب ناسها، في كل شيء من سوبر ماركت لميني ماركت لملحمة، في بنايات جديدة بنايات قديمة. بتعرفي مصروف سيارة مصروف تاني، مثل كأنه واحد عنده ولد زيادة بالبيت، هيك بقى عايشين يومك يومك مثل ما بيقولوا.